بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم رحمة وبركات، وكل عام وأنتم بخير. أحبتي، في هذا اليوم المبارك تصدح حناجر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مرددة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر يا كاشف الهم والحزن، الله أكبر يا مفرج المصائب والفتن، الله أكبر بعدد ما كبر الواقفون على عرفات، الله أكبر بعدد ما رفعوا أكفهم للدعوات، وبعدد ما سكبوا بجوارك من عبرات. الله أكبر، نحمده حمد معترف بتقصيره، ونشكره شكر من علم إليه يصار مصيره. الله أكبر يا عطرا تفوح به عبر الزمان أفواه الملايين، وكم علت شرفا في ظلها أمم من بعد ما مسها جور السلاطين. الله أكبر، رددها بلا ملل، لطالما ذكرها يخزي الشياطين. أحبتي الكرام، ونحن نعيش أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذا المكان الطاهر، نرفع باسمكم، نرفع باسمكم أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات لمقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، وإلى سادتنا وشيوخنا الكرام، وإلى أولئك الذين سطروا أروع الملاحم من قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها من جيش وحشد، وجعلونا نعيش فرح العيد والنصر، فهنيئا لهم بنصرهم وهنيئا لنا بهم. أحبتي، فتعالوا لننتقل سوية لإقامة شعائر صلاة وخطبة العيد بإمامة فضيلة الشيخ أحمد الأنصاري، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. بالنسبة لصلاة العيد، نية صلاة العيد، أولا هذا العيد من العيدين اللذين يحكم الصيام فيهما، عيد الأضحى. عيد الأضحى يقولون ما في إنسان لربما بعيد رمضان واحد ما يصوم، لكن العيد عيد. لكن عيد الأضحى إن شاء الله الكل نشترك له، وعندنا اشتراك بيصير إن شاء الله في هذا الباب. فالنية أصلي صلاة عيد الأضحى قربة إلى الله تعالى، الله أكبر. أصلي صلاة عيد الأضحى ركعتين، الركعة الأولى بخمس قنوتات،
الركعة الثانية أربع قنوتات. القنوت الأحسن نقرأ هذا، إذا واحد ما يقدر ما وصل يقرأ الصلاة على محمد وآل محمد أو أي قنوت. هذني مستحبات، حتى الصور مو إلا هذه مستحبة. صورة أخرى بعض الجماعة يقرون الكوثر، بعض الجماعة يقرون الأطول من هذه، زين بعض الجماعة يقرون اليوم جمعة، صلاة الجمعة بفضل صلاة العيد تسقط، يعني إذا صار العيد اليوم الجمعة فما تقول ما أصلي العيد أصلي الجمعة، حتى لو ما صليت العيد يقولون صلاة الجمعة بعد لا تصليها، يعني شرع. ليش؟ لأنه هي تكفي. من جملة الأشياء اللي عندها خطبة العيد تقدم، لكنما للسهولة على الناس تتأخر. فبيهم يقولوا لا، هي أصلها التأخير فتقدم لأجل السهولة، وهذا المشهور عندنا خلاف الجمعة. زين شبيها هي صلاة العيد، فيها أكبر دعاء يصير. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء التام. إحنا بهاي الأيام غير الدعاء، إحنا اللي نكون في بلد المهجر، في البعد، في الابتعاد عن مقدساتنا، عن دمائنا، عن شبابنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن نكون بخطوة وبحظوة وبموقف سليم لشبابنا ولمجاهديننا، فندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء التام لهم في هذه الصلاة، لأن في أنفاس صلاة العيد استجابة الدعاء فلا ننسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. إذا أحد عنده سؤال يتفضل. صلاة العيد ما بيها جماعة ولا جماعة؟ هي الآن عند أكثر العلماء أو أغلب العلماء لا تجوز أو لم تكن بجماعة إلا أن يكون الإنسان في ذلك البلد أو الإمام في ذلك البلد مبسوط اليد، فمن باب يصلونها جماعة، ومن باب يقولون الأحسن أنه احتياطا، لأنه ما هي واجبة علينا أولا بزمان، ثم البعض اللي يهسب بعض الفتاوى يقولون صلاة الجمعة شوفوها أكثر صلاة الجمعة. أنا بالنسبة لعد الجماعة اللي سألت عنهم صلاة الجمعة هنا ما تكفي، كله صلاة الجمعة احتياطا حد الأقل كن واحد يصلي صلاة الظهر معها، لأنه ما تكفي عن الظهر، فيها إشكالية. الإشكالية وين؟ يقولون لأنه أنت ببلد أو بمكان ما عندك قدرة هنا تسوي شيء، منت مبسوط اليد، وهذا الشرط الأساسي في صلاة الجمعة. لكن إذا واحد ما صلى على عاتق بعض العلماء يقولون لا بأس فيه. نعم إذا في إيران، إذا في العراق يقولون يجوز، لأنه ولاية آل محمد هي الحاكمة، ولو العراق شقد حروب عليه، لكن يتلألأ من خلال هاي الفتوى العظيمة أنه لا، المرجعية عدها صولة وعدها يد، ومذهب آل محمد عنده. فبعضهم يصلونها من باب المتابعية، بعضهم هي لأنه قربة إلى الله، في القربة إلى الله ما فيها جماعة من هالباب. فإحنا نحتار، الإنسان اللي يقدر يستمع يقرأ، كنا إن شاء الله نشترك في هذا الباب. بعد ذا سؤال بالنسبة لأجل الصلاة. أفلح من صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن ونحن المسيئون، قد تجاوز عن سيئاتنا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. سيغفرك يا رب الله عليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحر هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت بي محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خيرا وأسألك بالعبد الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تدخلني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك حق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومتانة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرا كفارة مزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سمع الله لمن حمده. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوه. الله أكبر. الله أكبر. حول الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله
ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون اللهم عجل لوليك الفرج الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي لا على وبحمد رب صل على محمد وآل محمد وعلى يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر الله أكبر بالله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل مصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السجود اللهم صل على محمد وآل محمد. السجود. أعوذ بك. بغير من
لك المن على ارحم من أساء واقترف واستكان ومتعه فيها قليلا برحمتك يا
كم عصى شيعة كم شيعة عصى ما كم عصى كم عصى شيعة عصى شيعة كم صلاة الجمعة عصى وشيعة عصى يعد كم شيء لا عصاتي أنا ما يصير لأنه سأتشر أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. أيها الأخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن الله سميع عليم، إنه يغفر الذنوب جميعا. اللهم نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد، وصل على محمد وآل محمد، صل على جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والشهداء. وعلى شيعة أمير المؤمنين وعلى أئمة المسلمين وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها أم أبيها، وعلى أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والقائم المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصافات، قصة إبراهيم. في هذه الصورة يسرد الباري سبحانه وتعالى قصص لمجموعة من الأنبياء. قصة إبراهيم سلام الله عليه في هذا الباب، كيف يرى مناما أن يذبح ولده؟ ما معنى الذبح؟ هل يجوز أم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالذبح؟ قال له اذبح ابنك، هل يجوز الذبح للإنسان؟ ما معنى الذبح الذي قام به؟ وماذا يريد من الذبح؟ يعني هسه أنا شباب عندي ابني، ذول الشباب القاعدين، يجي واحد أبوي يقول لأبوي أنا شفت منام أني أذبحك. زين، المنام ما هو منام واحد غفى وكان ماكل وشارب قال لي أريد أذبحنك وقال لي تعال اذبحني، لا لا، المنام هنا بمعنى الرؤية الوحي، يعني الوحي يقول لي ليش؟ القصص وفلسفة أنه ما فلسفة الذبح وما علة الذبح
يذكروها كثير من المفسرين، لكن بعض يقولون لأنه كانت الناس حتى في آنذاك لما استرعوا الأمور ورأوا المياه ورأوا الرحمة من هذا النبي، فكأنما صار بينهم وبين ربهم وبين هذا النبي غش وغل، غل وغش. فالله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أنه هذا ابنك أو هذا العزيز. إبراهيم عليه السلام عمره 95 سنة، يا الله خلف إسماعيل، صار عمره 105 سنين أو 106 سنين إجاء إسحاق، يعني كان كهل وهو ذو الروح العالية، وهو الذي كان يسمى وأعطي الخلة. الخلة يعني إبراهيم عليه السلام إذا يضع يده على ميت يحيى، إذا يضع يده على خشبة بالية أو يابسة تخضر. هذه مو بس لعد إبراهيم، كثير من الناس اللي هسه يلتزمون، خاصة كثير من علمائنا لما يأتون إلى هذه القضية يقولون الشبوبة، عمر الشبوبة هو الأصل. تريد توصل لعد معنويات، انتبه لعد عمرك بالشبوبة. عمر الشبوبة، الصلاة بوحدها بوقتها، الفروض بوقتها، تصليها فإنك تعطى درجة الأنبياء. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من ختم القرآن كأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. ختم القرآن بس قراءة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، إلى أن يوصل إلى سورة الناس. ليش؟ لأن الشبوبة، الشاب سواء رجل أو امرأة، فتاة أو رجل كان، شاب أو فتاة، هذا العمر عزيز على الله وعزيز عند الله، والطرف المقابل هم عنده عزيز، طرف المقابل للتوحيد وهو الشيطان يأتي إلى هذا العمر. إذا خزق هذا العمر، إذا ارتكب على هذا الإنسان بحيث أنه أهوى به إلى المرديات، إلى الأمور ما عندها قيمة توحيدية، فينتكس، محال. يعني حتى التوبة، أحد أساتذتنا كان يشير لعد عمامته، لعد الملابس البيض، يقول هذه إذا تريد تدمرها بهذا الغاز مثلا، زين، مال السيارات اللي عندنا، الغازوئيل أو شيء أو نفط، هذا الأسود إذا تحط عليها شقد تحتاج؟ قالوا له تقريبا استكانة، ربع الاستكان. قال زين، إذا تريد تغسلها شقد تحتاج من الغسيل؟ قالوا له هواي تريد. قال زين، وإذا غسلتها تطلع مثل الأول؟ قالوا لا. فالتوبة صحيح موجودة، بس إحنا قبل أن نرتكب المعصية، زين، المعاصي اللي عندنا شنو؟ الشبوبة معروفة معاصيها شنو. الإنسان إذا يأخذ بزمام يده يكون بين يدي والديه، صير بين إيد أبوك وأمك، شوف وين توصل. إسماعيل عليه السلام قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. أبوي قال له إبراهيم، قال له عد إسماعيل، ما قال له بابا شاتة مو أبوي، شاتة ما يحترق قلبك علي، شاتة مو الرب، لا لا ما قال له، قال: فانظر ماذا ترى. كثير من عندنا نقول هذا شنو من أبو، لا لا عمي أكو أبلة من إبراهيم صاروا بالعراق. أنا أول بارحة أطلع بالتلفزيون وإذا بامرأة عجوز بالستينات قاعدة، قالت أنا أطيت 5، والله لو عندي بعد 5 أطيتهم. زين، اشترت تجين، قالت ذولي أهل الحكومة يكفون عن مشاكلهم هم، احنا هاي الدماء نبذلها. أم تطي 5، إبراهيم 1 وما ذبحه. ليش عندنا احنا أمة محمد أو الأمة المرحومة أو الإمام الصادق عليه السلام أو حتى الرسول، حتى الأئمة بأجمعهم، شيعتنا على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة؟ يعني ماكو أنبياء، ماكو أوصياء، لا لا، شيعة أمير المؤمنين، شيعة محمد وآل محمد هم الذين. ليش؟ لأنه ماكو. وكثير هسه شوف شبابنا ذول اللي هنا، شبابنا اللي الله يخليهم بمجلسنا، يعني لو كانوا بالعراق ما لبسوا لباس الجهاد، ما تترسوا. زين، هسه واحد يقول أنا أخو مو بالعراق، بس مو بالعراق، بس هسه تترس لمن استشهد في العراق بعلم،
بحكمة، صير طبيب، صير مهندس، شوية وطي صوتك عن أمك، عن أبوك، عن مجتمعك، احضر في مكانات اللي فيها الخير. الصداقات البايخة، الصداقات اللي ما فيها شيء اتركها، ما راح توصل منها شيء. مجيئنا هنا ما جايين عن عفوية، مجيئنا جايين، لكن إذا الإنسان هو ما يمشي، هو ما يحرر بلده، هو ما يحلل، ما يحرر وطنه، هو ما يحرر عقله، هو ما يحرر، وين راحوا الدواعش؟ لحد قبل كم شهر جنس بيك تحكي، يطلعون على البهائم ذابحيها، على الناس ذابحيها، على المسافر ذابحينا، خاصة إذا كان يعتقد أنه محمد وآل محمد مذهبهم هو الإسلام، هذا يذبح مو من مكان واحد، مو من مكان واحد. البارحة مخلين فيلم جماعة جايين شي من الكويت وشي من دول أخرى وشي من العراق، جايين بسيارات ضيوف زيارة بيهم تقريبا 10 أكثر أقل، نزلوهم من سياراتهم والشتم مش قد ما تريد تسمع والعياذ بالله، ثم مدوهم يقول لي يا عمي أنا انولدت هيك، خو أنت خليني أنا عدل عندك، ما عندك أسير، بادلني بأسير. يقول له بعدك تحكي؟ خلوهم كالأشلاء الأضاحي زين، واحد على واحد، ما رحمه لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير. طفل يطلع يقول دخلوا علينا، الأبو والأم والبنت والأخو ذاك راحوا، يقول ظليت أنا وأخوي. شوفوا حتى على الميادين يطلعونه زين. فمن بعد ما سويت روحي ميت إلى أن اطمأنيت أنه راحوا، يقولوا إجا ضربني برجلي مرتين ثلاثة فأنا ما تحركت، فلما راحوا وطلعوا ولوا إجا، يقول لقيت أخوي هم مثلي هارب بمكان متخبي، جينا التجأنا إلى المخيم، يقول وإذا ب القذائف الأمريكية إجتنا، ضربت وين أطفال يلعبون، من بيناتهم كان أخوي، أخويهم راح بها، فظل هو وعمره 6 سنين أو 5 سنين. المأساة اللي قاعد نعيشها زين، هذه لم تعد من سنن إبراهيم عليه السلام لحفظ الدين؟ ليش؟ لأنك مسلم، ليش؟ لأنك، لهذا قال ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني، قل لي عد أبوك إن شاء الله تشوفني أنا في موضع اللي أنت ببالك وأفرحك. قل لي عد أمك نفس الشيء، أنت البنت، أنت الولد، جهزوا أنفسكم على أنه لا تطلعوا، لأنه حق الوالدين كحق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قالا كافران إن أبا، إن الأب والأم، إن الأبوين كافران، قال وإن كان ما دام لم يأمرا، ما دام لم يأمرا بمنكر ولم ينهيا عن معروف أو واجب فإطاعتهما واجبة، فمن أطاعهما كأنما أطاعني. الله يقول، مو إحنا نقول، وين إحنا؟ حتى لو يموتون، حتى لو ما تعرف وين، الآن عندنا كثير من الأدعية ما تستجاب عندنا، يقولون إلجأ لعد أمك وأبوك، ماتوا يقولون إلجأ إلى قبريهما، انفقدوا وراحوا أنا بعيد عنهم، اقرأ الفاتحة واطلب منهم هم يتوسطون. ممكن عندهم ذنوب معاصي، يقول لك أنت ما خصك. الدعاء من الوالدين في كل حال حتى في عالم البرزخ يقبل زين. فلما أسلم، اثنينهم أسلم، ما قال أسلم إبراهيم، لا، أسلم إبراهيم وإسماعيل، وتله للجبين، جابه يذبحه. وين صارت؟ صارت لكل أمة مضت إذا أرادت الحج فلتأتي إلى هذا الباب زين، إلى هذا الباب كن تذبح أعز الأشياء، أعز الأشياء حتى الشهوات، ما تكون أعز من الولد، ما تكون أعز من الأطفال، حتى اللهوات، حتى المال، الولد يشترى بالمال، المال ما يشترى بالولد زين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ليش؟ لأنه شلون قالوا له؟ يقولون كم حالة إجت لعد إبراهيم، واحدة من السكين اللي يخليها منانا يكون يذبح بها تنقلب، وهو يصيح ويصرخ الله أكبر لا إله إلا الله، ثم رأى الشيطان في المكانات التي ضربها زين، في هذا اليوم
وبكرة وبعد بكرة لما الحجيج يرمون الجمرات، هاي الجمرات المكان اللي كان يتصور الشيطان لإبراهيم عليه السلام وهو يضربه، كل مرة يضربه يضربه 7 حجرات. ليش هذه؟ شنه فلسفته؟ شنه حكمته؟ كلها تأديب النفس، كلها الحضور بين يدي الله. وهذا الحضور لا يكون إلا إذا كان بداية الأمر من بيتك، من أمك وأبوك، من مرجعيتك، من مقدساتك، من شهدائك، من الدماء اللي أنت يوم اللي نقف هناك كل شهيد يحتج علينا أنه ماذا صنعنا بدمائه. بالله رحنا وراء الشهوات، وراء اللهوات، وراء الأمور المادية، وراء الأمور الأنانية. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزل محسنين. يعني واحد يذبح ابنه يقول له محسن، يقول لا، هو لما راد يذبحه يقول له يعني إذا ابنك ما يكون أحسن من أنه يكون والبلاء والذنوب تعم الناس، يعني أنت كون هل قد تصير غيور على دين الله، غيور على المجتمع الإنسان اللي أنت فيه حتى تكون محسن، حتى لو تفدي ابنك. لهذا كثير هذا الباب اللي شفنا إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح شوف ايش قد يفسرون، انه الحسين عليه السلام انذبح، انه الطفل الصغير انذبح، انه المجموعة اللي بكربلاء انذبحوا، هذول فداء. لمن فداء؟ فداء لهذه الرؤية. الرؤية ما تأويلها، رؤية حفظ الدين، حفظ الكيان الإنساني، حفظ الكيان. لهذا احنا بابا كون ما نغفل عما يجري في العراق ولا في الشام ولا في أي بلد من البلاد. نحن لدينا وظيفة، لدينا واجب شرعي يكون نقوم به، خاصة إحنا هنا عندنا أمور لربما والشباب عليهم بالاستفادة من القوة اللي الله منطيها إياهم. الأم هنا كونت تحرض الطفل، الابن، الأبو كون يحرض. أكو حقوق الأولاد على الوالدين وأكو حقوق الوالدين على الأولاد، كل هذا نكون راعيهن، كل هذا نكون نحط بهن صفوف ودروس. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على أشرف أنبيائك وبريتك حبيبك وصفيك محمد المصطفى وأمير المؤمنين علي المرتضى والسيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والقائم المنتظر المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن خير الزاد التقوى. الأمور اللي اليوم إحنا مبتلين فيها تقريبا، وكما ذكرت في ضمن الآيات الكريمة، مسألة الجهاد اللي اليوم ما تخفى على أحد، والجهاد عنده أقسام. أفضل الجهاد جهاد العلم، لمن تكون يده مبسوطة أو قادرة على كسب العلم بأي شيء، لأنه عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ما معناها، ما في علم تقرأ، ما في فرع من فروع العلوم يقرأ إلا ويهديك إلى التوحيد. طبيب، أنا كان عندي كتاب، الكتاب انتبهوا بابا حبيبي، الكتاب مكتوب في ألف عالم من مختلف العلوم وصلوا إلى التوحيد من خلال علومهم. مثلا واحد، هاي العالقة بذهني، من
إنسان يحقق حول النبات وحول بعض الزهور الورد. يقول دخلت إلى منطقة فرأيت فيها خرابات، بناء مهدم، بناء خرائب. يقول جلست فألفت نظري بخربة وردة حمراء صفراء في وسط الخربة. أنا وين قاعد؟ على الخربة. وين أنظر؟ على الخربة. أصابني الهم والغم حينما نظرت إلى خربة، لكن لمحة وشخصة مني إلى هذه الوردة، لما شخصت هذه الوردة فتغير الجو كله أمامي. إيش صار؟ صار على أنه سبحان الله هذه الوردة بوحدها هي زينة، هي أعطت لهذه الخربة نوع من العبقرية أمامي. أن الله سبحانه وتعالى قل زين، من الذي أتى بهذه الوردة؟ من الذي خلقها وضعها جعلها؟ وإذن أخذ نظري وفكري، عقلي الحر، حتى عرفت على أنه لهذه الدنيا إكليل، ولهذه الدنيا مدبر، ولهذه الدنيا خالق. فقلت لا يكون هذا الأمر إلا من قبل خالق عظيم بيده النظم والترتيب، ولم يكن إلا الله. فأقبلت على كتب التوحيد وقرأت كتب السماء بأجمعها حتى وصلت إلى كتاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرأيته يدافع عن هذا الشيء حتى بالدم. ومحمد المصطفى يقول إني تارك فيكم أيها الأمة، أيها المسلمون، أيها الناس الطيبون، أيها الإنسان، أينما حللت ونزلت، إني لك مني إرثان. واحد منهم هذا الكتاب وهو القرآن الكريم، فماذا تريد تجد فيه، لكنما بشرط إن لم تكن بحارا فلا تعرف أمواج البحار، ولا تعلم كيف يكون أو متى يكون أو أين يكون سمك البحر أو در البحر أو ما تريده. زين، وإن كنت تريد أن تصل إلى الله فعليك. زين، إذا جئت إلى القرآن الكريم من الذي يفسره؟ يقول وجعلت عترتي، يعني يفدي محمد كما قال مقال إبراهيم عليه السلام إني رأيت في المنام أني أذبحك، لكن ما ذبح وفدي، لأنه الذبح كن يأتي بالخاتمية. وهذا الذبح وعترتي، كثير من علماء الفن وكثير من علماء الحديث الذين لهم صلة بمعارف آل محمد ومن عرفاء آل محمد يقولون ومن جملة هذا الحديث وعترتي، كل من ادعى وأخذ صفقة بيده وأخذ تاجا من نور محمد على رأسه فليعلم أنه من عترة محمد. والدليل على ذلك ما من شهيد إلا ويوم القيامة يناديه محمد هلم إلي أيها العترة. فمن اعتتر على خط آل محمد، ومن اعتتر، ومن قتل، ومن أهريق دمه على آل محمد، فهو من عترة محمد. فشهداؤنا شهداء العراق الذين يسقطون في الموصل وفي تل العفر وفي جميع العراق، وفي قبل ما يكون هذا الحرب الذي شنته سواعدهم وقواهم وأفكارهم، زين، وهممهم العالية، حتى لما كانوا يفجرون بنا في أسواقنا، في مساجدنا، في حسينياتنا، في كل مكان، في حتى مكان لراحة المريض أو لراحة الإنسان الكبير، وفي كل مكان كنا نفجر ونقطع، فهؤلاء كلهم عترة آل محمد، لأنه ما قتلوا إلا لأجل محمد، إلا بحب محمد، إلا بمذهب محمد. فاللهم اجعلنا منهم، واجعلنا ممن يقدسهم. بابا ما يوم تقعد على التلفزيون وتضحك، ما يوم تقعد على التلفزيون أو الشاشة أو تتطلع على اليوتيوب أو على أي شيء فيه ذكرى لشهدائنا وما ترجف، كون تأخذك الهمة. كلما رأيت مقطعا من المقاطع فلتكن أنت بيدك الرأفة والراية
والحمية والغيرة، لأنه مو بس مسألة السلاح، سلاح المؤمن دائما معه، قلب المؤمن دائما معه، وهو إيمانه بآل محمد، من طريق آل محمد بالله سبحانه وتعالى. لهذا اليوم نشوف قتلانا ونشوف شهدائنا في أنواع الشهداء، في أنواع الأعمار وأقسام الأعمار، من طفل له 3 أيام ذاك اليوم شايلينه، ولما ركضوا الطفل واحد من الأطفال قالهم دخلوا هنانا، يقول ركضنا إليهم فرأينا النحائر بالغرفة، لكن الطفل الصغير اللي عمره 3 أيام أو أكثر ويبكي، هذا صاحب المشهد يبكي ويقول رأيت مشنقلينا بشنقال ما ضربنا بطلقة، فحيث وصلنا إليه يرفرف والدماء تسيل، خلينها هنا بين رقبته وكتافه. زين، هذا الطفل لما تشوفه وين يقتدي بيه؟ من يقتدي؟ مو يقتدي بعلي الأصغر؟ مو يقتدي بطفل الحسين؟ فهذا لما تجي الأم، لما تجي، وهذا تشوفونها، ما واحد قال عمي ما أريد الحسين. البارحة كنت أطلع لعد إيزديين، واحد إيزدي طفل عمره تقريبا 10 أو أكثر، شو يقول؟ يقول وحفظون القرآن 10 أجزاء، ثم شو يقول؟ بس أنا ما حفظتهم إلهم، لأنه لما قرأت القرآن قلت إلهي هذا كتابك أنت، أنا إيزدي، بس هذا كتابك نزل على النبي محمد، نزل على النبي محمد، فبعزة هذا الكتاب أحفظك مثل ما أحفظ آياته أحفظ لأمي وأبوي وأخوي. يحفظ الأخ معه والأم قاعدين يطلعونها من مكان، وهو وأخوه يطلعونهم ويلتحقون بأبيهم، واحد دلال الظاهر ويقدر يطلعهم، فلما يشوف الأب يقول له بابا تدري شنو اللي خلاني أشوفك؟ قال ما هو؟ يقول له حفظي للقرآن. منين يعرف القرآن؟ منين يدري بالقرآن شنو؟ منين إلى غرض بالقرآن؟ لهذا حبيبي هاي الأيام أيام جدا حرجة، لا نتباطأ، لا تأخذنا الشكوك والريب في مجاهدينا في جبهاتنا في كل مكان، في العراق، في إيران، في أفغان، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في البحرين، في السعودية، في الحجاز، في كل مكان. وعلينا بهذا البلد الذي اكتنفنا، الذي احتضننا، الذي أعطانا الحرية خاصة، وفر لنا كثير، هم على مذهب غيرنا، في كندا أكثر من 1360 عقيدة موجودة، العقيدة الثانية هم عدد المسلمون، عدد المسلمون بالنسبة لعد النسبة اللي موجودة من 32 مليون أو 30 مليون كندي، العدد الأوفر المسيحية ومن بعده الإسلام والمسلمون، المسلمون. فذاك اليوم تشوف وحدة من اليمن الآن موجودة على الفيسبوك وعلى كل المراكز، اللي لأنها نجحت ولأنها قالت أود أن أعرف عن يمنيتي، فدرست إلى أن وصلت إلى نهاية المطاف، فكان من جميع الأديان ومن جميع السياسات يقدسوها. فنسأل الله بالنصر العاجل، بالنصر العاجل المعجل بالفور لشبابنا وحفظهم. بابا ادعوا انتم شباب، دعاكم اكثر يوصل منا احنا، بعد كل صلاة اقروا دعاء الامام الحجة 3 مرات لحفظ شبابنا، لحفظ جيوشنا، الامور السياسية تتعدل، الامور المعنوية تتصاعد، احنا كنا نعطي بعض الاشياء، بعض الاشارات، زين، بمفاهيمنا، بديننا، بمعنوياتنا. سائل الله سبحانه وتعالى التوفيق بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.
واستغفره إنه كان توابا. بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم. أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. حفظ مقدساتنا في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، شيعة البحرين، شيعة الحجاز، شيعة مراكزنا، خاصة في بلاد المهجر، شبابنا، فتياتنا، بيوتنا، عوائلنا، خاصة هذا المركز الشريف بأهله، بحضوره، بذويه، بخدمه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق التام بمحمد وآله الكرام، وإلى روضة علمائنا، شهدائنا من الأولين والآخرين، خاصة في هذا الحشد وفي هذا الجيش وفي هذه المقاومة وفي هذه الأيدي الباطشة والأيدي المركزة على محو ودحر هؤلاء الضالين المضلين لسلامتهم ولمن مات على الولاية، وشهدائنا جميعا بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Thank you.